بنجدد التحية بحضراتكم، متواجدين معاكم في إحدى الشوان لتجميع يعني الذهب الأبيض أو القطن المصري طويل التيلة اللي كلنا بنتمنى عودته للريادة المصرية العالمية. من جديد بدأنا نشوف بارقة أمل مع وجود المصانع المصرية اللي أقامتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة لعودة القطن المصري طويل التيلة إلى الريادة المصرية مرة أخرى. بنرصد لحضراتكم من إحدى شوان تجميع القطن المصري طويل التيلة المعد للتصدير إلى الخارج لعودة القطن المصري طويل التيلة إلى الريادة المصرية مرة أخرى، من إحدى الشوان داخل محافظة الدقهلية تحديدا في شمال محافظة الدقهلية. بنرصد لحضراتكم خير مصر وخير أرض مصر، وهو القطن المصري طويل التيلة اللي بنتمنى دايما نشوف المنظر اللي احنا متواجدين مع حضراتكم فيه دلوقتي، وهو وجود القطن المصري طويل التيلة وعودة الريادة المصرية مرة أخرى. زي ما حضراتكم تابعين يعني بدء هنا تجميع القطن المصري طويل التيلة في إحدى الشوان الموجودة داخل محافظة الدقهلية، مبين أمام حضراتكم في الشاشة يعني عدد من المزارعين أثناء توريد القطن المصري في الشونة المخصصة لتجميع القطن وتوريده إلى وزارة الزراعة أو توريده إلى الدولة المصرية. خير مصر من أرض مصر، وهو عودة المزارع والفلاح المصري لزراعة القطن المصري طويل التيلة، بنرصده لحضراتكم هنا داخل إحدى الشوان من داخل محافظة الدقهلية، وتجميع القطن المصري طويل التيلة وعودته للزهور مرة أخرى ليكون عودة قوية للدولة المصرية مرة أخرى للريادة العالمية من خلال زراعة القطن المصري طويل التيلة. الدولة المصرية أقامت عدة مصانع خلال الفترة السابقة لعودة القطن المصري طويل التيلة إلى مكانته الطبيعية، يعني زي ما حضراتكم تابعين معانا بنرصد لحضراتكم بدء يعني موسم حصاد وتجميع القطن المصري طويل التيلة من داخل إحدى الشوان في محافظة الدقهلية. يعني متواجدين مع حضراتكم في موسم حصاد القطن المصري أو الذهب الأبيض كما يطلق عليه داخل الدولة المصرية القطن المصري، واللي كلنا بنتمنى عودة الدولة المصرية للريادة من خلال القطن المصري. يعني هيكون معنا أحد المسؤولين داخل الشوان في إحدى قرى محافظة الدقهلية، هنتعرف منه أكتر عن نظام موسم حصاد القطن، واللي بنتمنى زي ما قلت لحضراتكم إن احنا نعود إلى الريادة المصرية من خلال القطن المصري اللي كان دايما رقم واحد في العالم. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني النهاردة شايفين حاجة تفرح، كنا بقالنا فترة كبيرة ما بنشوفش القطن المصري، وبنسعى دايما ان القطن المصري يرجع ويعود لمكانته الطبيعية. انا النهاردة مبسوط ان انا شايف قدامي كمية من القطن، ولكن خلينا نقرب وندي الكلمة لحضرتك لان انت اهل علم في المجال ده. بدأت هنا من امتى موسم حصاد القطن وايه النظام وبتتعاملوا ازاي داخل الشونة؟ بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بدأنا حصاد القطن من أول شهر 9، والمنظومة بدأت تستلم القطن من يوم 20/9. المنظومة بتبدأ تستلم القطن من الفلاحين على الحيازة الزراعية، الفدان 10 أكياس أو 10 أناطير، معدل 10 أناطير قطن، بيبدأ يتحط في الشونة وتيجي هيئة الموازين أبان رسمي يوزن ويحط اسم المزارع المنتج على الكيس ووزنه ورقم المسلسل بتاعه، وبيسلم بطاقته الشخصية والبطاقة الزراعية، وفلوسه بتتحول على البنك، يروح يقبض بنفسه، ما فيش هنا لا تجار ولا وسيط،